consists of a steel rod CB and an aluminium rod BA, each having a diameter of 12 millimeter. If the rod is subjected to the axial loading at A and at the coupling B, determine the displacement of the coupling B will end A. بيقول الان stretched lengths او length of each segment is shown in the figure, يعني 3 متر و 2 متر. Neglect size of the connection ده عند B وعند C, واسيوم ان مديني الـ E steel ومديني الـ E aluminium. الدلتا C fixed فبصفر. الدلتا B نقيسها من الفيكسد هتبقى الدلتا الاستطالة في البي سي. اما الدلتا A فهي الاستطالة في البي سي زائد كمان الاستطالة في الاي بي. يعني بي تحس بس, احنا ده ثابت قيس منه, بي تحس بس بالاستطالة في البي سي, الاي تحس بكل ده. لو في عندنا جزء تالت هنا دي مثلا, يبقى دي هتحس بده وده وده وهكذا. قيس دايما من عند الفيكسد. طب يبقى الدلتا بي هي الدلتا في البي سي. طب احنا عندنا قانون السيجما بيساوي الاي في الابسلون. طب نتكلم على البي سي, هقول كده. اذا لو اتكلمت على البي سي عنده ضغط قد ايه, لو قطعنا كده اهو هنشوف ان بيتضغط بستة بس بيتشد بتمنتاشر, يبقى الفرق اتناشر. اتناشر شد, يبقى اتناشر عشرة أس تلاتة على الاريا اللي هي باي في بوينت دبل او سكس, ستة ملي يعني, بتساوي هو ده ايه البي سي. ده ايه البي سي؟ هو قال لنا البي سي ستيل, يبقى معنى كده ستيل اهو 200 في 10 اس 9 في الدلتا بي سي اللي هي نفسها دلتا بي على 3 متر. هحط 3000 عشان يطلع بالملي متر. اذا الدلتا بي او الدلتا بي سي كذا ملي متر. تعالوا نحسب. هضرب 3000 هنا واجيب ده تحت, فهقول كده 12 اي 3 تقسيم باي تقسيم بوينت دبل او 6 تربيع في 3000 ملي تقسيم 200 اي 9, فطلع 1.59 ملي متر. طيب دلوقتي ده مطلوب, خلصنا منه. طب الدلتا ايه؟ لازم احسب الدلتا اي بي واجمعها على الرقم ده, فهقول كده. وبرضو اذا لو قطعت كده هشوف يا اما ال 18 من هنا, يا اما اشوف الناحيه دي اللي فيها رياكشنز برضه تبقى 18, بس شوف من الناحيه الاسهل كده. لو قطعت كده البي سي 12 شد, طب كده 18 شد في الاي بي, يبقى 18 في 10 اس 3 على نفس الاريا بتساوي الرد ده عبارة عن ألمونيوم 70 في 10 أس 9 في دلتا اي بي مش دلتا اي على 2000 ملي. اذا الدلتا اي بي كذا ملي متر, اذا الدلتا اي هتبقى مجموع ده زائد ده. طب نحسب الاول ده 18 اي 3 على باي على بوين دبل او 6 تربيع ضرب 2000 تقسيم 70 جيجا, طلع 4 عشان ضعيف 70 بس, 4.55 زائد 1.59 فطلع 6.14 ملي متر. هو عايز الدلتا بي قد ايه وعايز الدلتا ايه قد ايه.